سينون زاد حتى شخصيتنا زاد اي هكيك وقت اللي حتى شخصيتنا زاد قلت متوفية متوفية وي بالضبط شرابي زاد يرحمها ولكن مازلنا لوجو بعماش توفيت خلينا نسالو شوفوا هكا نقاوشي كيفاش نقولوا عماش توفيت حمزه عباره قدك اي حتى لو كان مش نسالوك تو على عباره قدك اسمها باهي غنيت في جلسات والناس في والناس غنيت باهي شكون يا ربي شكون سمعت مخي, مخي 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 الاسم باهي غنيت صغيره هي وفنانه معروفه عالميا غنيت وهي صغير هاي هي صغيره مش تعرفت تعرفت في العالم العربي معروفه برشا في العالم العربي حبوها وحبوها برشا في الدول في الدول العربيه الكل باهي وفاتها كانت صعيبه برشا معناها على التوانسه وعلى العبيد وعلى الناس اللي حبوها داكور بيه اعطينا من يظهر هو اغزل شبيلة راشد ليه لا 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 كي تعطينا الاعمال تاعها تقريبا باش نعرف مثلا سندرنيلك اللي بي برشا برشا هي هي غنت مع الاسمر هذاك الليبي اسمه حسن 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 الاسمر هي وعملها برشا انتاجات مش حسن الاسمر حسن اسمه لقبه حسن هو فنان الليبي محمد حسن محمد حسن محمد حسن اي غنت خليجي كما قلنا زاد غنت شو كل اغاني مش تعرفوها ميسيج وصلنا ساي خاطر فريسك غنت يعني غنت مشي الحال مشي الحال بالخليجي غزيل الفله طلع شيء غنت مع ايهاب توفيق عامل ديو اي عرفتها 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 نور عرفتها ميتة متوفية قلنا متوفية شكون سايف عرفت شكون عادية ولا مقتولة؟ كنت أي مقتولة كاو عاد الأخير عاد عرفتها شكون؟ عرفناها شكون؟ سعاد حسني قالك لا ما هي سعاد حسني قلنا تونسية يا سيف لا 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 ضعت انت تاو اي سيد انا يدولي عرفت الإجابة ترى بكش عند زميلنا أحمد نقول انا أحمد عرفتها شكون؟ لا ما عرفتش نقول انا يظهر لي اعرفها كان حمزه انا وحمد انا شكك انا 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 شكك في صليحه ما نعرفش صليحه زعما لا بدي تو صليحه ما تعرفتش في ال ذكرى 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 محمد صلى الله عليه وسلم عليها واختيار موفق لمحاله اللي اخترت اليوم ويظهر لي فما علاش اختارها اليوم 28 نوفمبر بالضبط اللي يوافق ذكرى وفاتها ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها 2003 عمرها 37 سنه كانت صغيره يعني. بالضبط خطفت بيت بحق بالضبط كانت صدمه كبيره للفنانين وللعالم العربي والعالم كل اجواء عندكم شي فكره ذكرى وين تعلمت الغناء ليه نتصور في تونس لا لا وتعلمت الغناء في وين خرجت سافرت او مره باش تتعلم السعوديه تقرا موسيقى فرنسا فرنسا سوريا سوريا. في سوريا هذه ما نعرفهاش المعلومه خاطر في بالي غنيت مع سيلين ديون في في بروفا هكا هذيك هي صغير هي صغير صحيح هو لا محاله اليوم يعطيك الصحه اللي تقريب ذكرى دارت العالم العربي الكل غنيت معاهم الكل وبلشت الكل وحبوها ناس كل على غالب المسيره وفيت دايما ربي وفي عمرها ولكن تقعد دائما تفكروا بالاغاني ما تنساش ما تنساش بالضبط يعطيك الصحه على الاوماج هذه احنا بعد شوي باش نسمعوا حاجه لذكرى محمد ولكن باش نرفعوا لحضراتكم اذان صلاه المغرب توت سويت وراجعينا الحياة